المقابلة شوية قاصحة وخا الدراري عانوا وتقاتلوا، ولكن على العموم كنقول شكرا للصحافة وشكرا للناس اللي ساهموا من بعيدهم. فوالا تعانينا. السلام عليكم، سميتي جهاد المعزوز، فريق من فتح ويسلان، تقاتلنا باش نجيبوا الرباح، وكنشكر جميع الدراري اللي ساندونا وشكرا. وغير مكانش لازم نساهموا. السلام عليكم، سميتي مروان حنين. هاد الماتش دار قاصح، ولكن لعبنا مزيان وتازينا في البيلانتيات، وخا هكاك لعبنا مزيان هاد الماتش. السلام عليكم، انا اسامه حارس كنيتك واخا هاد الماتش هذا قاصح لعبنا بيلات وربحنا، وات اسماعيل هذا عشقنا واحد البيله، شكرا للزين. السلام عليكم، معكم الاخ زوينه كريم من مدينه بوفكران، اطار وطني، حاصل على دبلوم سي من العصبه فاس مكناس ديال عام 2022 ان شاء الله الرحمن الرحيم. فحنا حضرنا بالوليدات ديالنا ديال مدينه بوفكران على اساس اننا نحضروا واحد الدوري اللي منظمه جمعيه جيل السلام في مدينه ويسلان العتيقه
وكنشكروا الاخوان بالمناسبه لهذا الدوري ديال ولي العهد مولاي الحسن نصره الله. فكنشكروا الاخوان على هذه المبادره الطيبه وهذه النسخه الرابعه، وكنكونوا ونتمنوا على اساس اننا نكونوا عند حسن ظن الاخوان.